محكمة سعودية على داعية إسلامي متهم باغتصاب ابنته البالغة 5 سنوات وتعذيبها حتى الموت بدفع دية في مقابل إسقاط جميع التهم. وفي التفاصيل أن الطفلة لمى الغامدي نقلت إلى المستشفى عام 2011 وهي مصابة بكسور في الجمجمة والأضلاع ويدها اليسرى، فضلا عن ردود وحروق كما جرى اقتلاع أحد أظافرها. وقالت والدتها إن مؤخرتها تمزقت وحاول من قام بذلك إحراقها لكي يلتئم الجرح. وأكدت رندا الكليب وهي عاملة اجتماعية من المستشفى أن الطفلة تعرضت للاغتصاب في كل مكان، وقد توفيت لما متأثرة بإصابتها عام 2012. وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن الأب فيحان الغامدي وهو داعية إسلامي وضيف قنوات التلفزيون الإسلامية اعترف باستخدام الكابلات والعصا، فيما قالت والدتها في برنامج تلفزيوني إنها شعرت بأن هناك خطأ ما قبل نقل الطفلة إلى المستشفى بثلاثة أشهر، لكن زوجها السابق رفض السماح لها بأخذها إلى منزلها، وقد تمكنت من رؤيتها بينما كانت في وحدة العناية المركزة في المستشفى. وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أن القاضي قال إن بإمكان الادعاء العام طلب دفع دية فقط، وإن المدة التي قضاها الوالد في السجن منذ وفاة الطفلة كافية كعقوبة. وأوضحت المصادر أن الحكم على الآباء والأزواج الذين يقتلون أطفالهم أو زوجاتهم يكون السجن من 5 إلى 12 عاما على الأقل. عندي محورين، المحور الأول أنا متزوجة عندي أطفال وكل أموري تمام، لكن ألاحظ نفسي في نفسيا يعني أميل للإناث أكثر، مع أني سعيدة في حياتي وكل أموري تمام، لكن أجد نفسي أميل للإناث. الحمد لله ما مارست شيء غلط، بس لا شعوريا أجد لذة في النظر إلى الإناث مثلي. هذا واحد. النقطة الثانية في النظر فقط يا محمد، النظر ولا الملامسة أيضا؟ ممكن إذا صار ملامسة على العشوائية ممكن، لكن إنما ما عملتيش ملامسة مقصودة. لا الحمد لله. طب بتتضايقي منها ولا أو مع إني ما تحرق يعني في الطفولة كانت طفولتي سليمة ما كان. طب الدكتور بيسألك أنت بتتضايقي من الإحساس ده ولا بتتبسطي منه؟ والله أجد متعة. سليمة. طب اتفضلي المحور الثاني. المحور الثاني أنا مرشدة طلابية. عندي 99% من الطالبات يميلوا للحاجة هذه بشكل خطير خطير، والحركات واللمس والتقبيل وما أدري إيه، فماني عارفة من جد مع العلم إني أتعرض لهذا الشيء من قبلهم يعرضونه علي. مرشدة يعني حريت تشتغلي في مدرسة؟ طبعا في مدرسة ثانوية. يعني أخصائية اجتماعية يعني؟ أيوه حاجة زي كذا. 99% من البنات؟ 99 والله 99 يميلوا لأنهم يحتكوا فيا، يعني يحاولوا أنه يقربوا مني.